مشاهدين اهلا بحضراتكم معنا، وبتجدد لقائنا كالمعتاد على مدار الاسبوع 6 ايام في الاسبوع، وبرنامجكم سيدتي. النهارده 18 رمضان، يعني خلاص فاضل 12 يوم او حوالي 11 يوم حسب ما تم الاعلان عن اول يوم عيد الفطر المبارك، يعني زي ما بيقولوا والله لسه بدري يا شهر الصوم. النهارده دايما كالمعتاد في سيدتي بنبتدي مع حضراتكم فقره المطبخ، طبعا دي فقره اساسيه جدا في شهر رمضان. دايما كل يوم الصبح يعني اللي بتخش المطبخ سيدة البيت اللي بتخش المطبخ يعني بعذرها جدا عايزه تعمل ايه الفطار النهارده. قبل ما نروح لفقره المطبخ مباشره عايزه اقول ان احنا عندنا النهارده قرارات على الهواء مباشره او لقاءات. اول حاجه مع الاستاذه اميره شعبان خبيره التنميه البشريه، هنتكلم على ازاي ان احنا نحدد هدفنا، ازاي نخطط لمستقبلنا، ازاي نستغل الطاقه الروحيه الجميله الايجابيه اللي بتكون تهل علينا في شهر رمضان الكريم، وممكن نستغلها تكون دافع لينا في بعد هذا الشهر الكريم. عندنا فقره ايضا بتهم كل سيده كل فتاه، فقره الجمال، معنا خبيره التجميل ياسمين هتتكلم عن مكياج المناسبات. يمكن بعد رمضان مباشره بتكتر الافراح والاعياد، بتكون كل ايامنا مناسبات. يمكن امبارح كانت في اعلان نتيجه الثانويه العامه، ويعني معظم البيوت المصريه اتملت بالفرحه وبالزغاريد يعني ان هم نجحوا وعدوا سنه مهمه جدا ومرحله فاصله، وابتدوا ان شاء الله مرحله جديده، ربي يوفق كل ولادنا. معانا زي ما قلت خبيره التجميل ياسمين هتتكلم عن مكياج المناسبات، هندردش معاها عن حاجات كتيره قوي، استعداد العروسه تهتم ببشرتها لو في فرح بعد رمضان مباشره. كمان فتره رمضان بتقل شويه السوائل، بنقعد فتره طويله جدا ما بنشربش سوائل، ده ممكن ياثر زي على البشره، زي نهتم بالبشره لو في ماسكات او اقنعه تتعمل للبشره. شيف ابو زيد اهلا بيك معانا يا شيف. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. يمكن لا يعلو على صوت المطبخ في رمضان الحقيقه، وبيبقى حاجه مهمه جدا، وبنتابع دايما كل يوم في سيدتي او حسب ما يكون موجود عندنا فقره المطبخ هنعمل ايه، او ممكن ازاي الست سيده البيت تستغل النهارده ممكن تعمله على الفطار. قول لي حاجة، انت مستمر معانا طول الفتره؟ ان شاء الله احنا زي ما تعودنا على طول دايما ان شاء الله اتفقنا متفقين مع سيدات على طول ان احنا بنطلع بره الكردون بتاع الاكل المصري، نحاول نعمل حاجه جديده، نجدد السفره. تمام. النهارده حاجه برضه صحيه. بالظبط. ده اساسي طبعا. احنا معانا النهارده سلطه روسي. معانا سلطه بنجر. تمام. وده مفيد جدا صحيا طبعا عشان نضاره البشره، عشان المفتقدات اللي على مدار اليوم في الصيام. صحيح. هو البنجر مفيد عموما يعني. وفي عندنا صدور الفراخ النهارده هنعملها بطريقه جديده جدا. تمام. اتمنى ان احنا انها تعجبكم. وفي عندنا لحمه البتلو هنعملها على الطريقه السويسريه، طريقه مشهوره جدا. يعني في روسي في سويسري. احنا ما بنزعلش اي بلد. بالظبط كده. بالظبط. طيب احنا يمكن الشيف قال لنا تقريبا 4 اطباق النهارده، فتواصلوا معانا بقى لغايه الساعه 4 تقريبا ونشوف الشيف هيقدم لنا ايه، ولو في اي يعني استفسارات في المطبخ معانا الشيف ابو زيد. هنبدا بايه؟ سلطه الروسي. هنبدا بالسلطه الروسي. ليه هي بقى سموها سلطه الروسي؟ هي الروس هناك عندهم بيهتموا بالخضار اكتر من اللحوم، لانهم بلد درجه حراره بارده تماما. تمام. فبيهتموا دايما بالبقوليات، بيهتموا بانواع الخضار، بكل انواع الخضار او الفاكهه اللي فيها اللون الاحمر. تمام. لان بيعمل تجديد لكرات الدم الحمراء في درجه البروده. تمام. فهي السلطه دي من اشهر السلطات عندهم. حلوة. موجوده تماما. مكوناتها ايه باشا؟ احنا عندنا المكونات بتاعتها جزر، بسله، بطاطس، فاصوليا بيضه مسلوقه. تمام. مايونيز، بيض مسلوق. تمام. زيتون اسود وبقدونس مفروم. حلو قوي. نبتدي كده مع بعض. نبتدي مع بعض. التقطيعه تبقى كلها هي المشكله في التقطيع، مكعبات صغيره، ولازم كل الطبق يبقى تقطيعه واحده. تمام. تمام. عندنا هنا الجزر متقطع بالمنظر ده في البسله والفاصوليا. طبعا البسله تكون مسلوقه واخده سلق. كله مسلوق، كله بيبقى مسلوق بس عشان وقت البرنامج طبعا. احنا عندنا البطاطس برضو مسلوقه، يعني اخر ما تكون زي البيوري كده. بالظبط. ومشاهدينا طبعا مقادير السلطه الروسي او سلاد روس هتكون على الشاشه دلوقتي. بنقطع التقطيع دي كده برضو، هنقطع البطاطس بنفس الطريقه. بنفس الطريقه، لازم كل مكونات الطبق تبقى في نفس الحجم. تمام.
ساعات يا شيف برضو يعني حتى لو في رمضان الناس في ناس كتيرة بتعتقد بتعمل كده اللي حتى تبقى اون دايت او اللي هي بتعمل نظام غذائي متوازن بيعتبروا ممكن طبق زي سلطة رشدي او السلطة الروسي سلطة ثابتة من دش بالظبط او من كورس وطبعا بنحط فيها المكونات المايونيز اللي فيه اساسا معمول بالبيض الني واحنا عارفين ازاي البيض الني مهم جدا وصفار البيض صحيح يعني ممكن دي تاخد وجبة كده كاملة بالظبط او مثلا عيش توست مثلا وكده بالظبط هو لازم ترتيب البطاطس والحاجات دي ولا لا 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 مش شرط هو كده كده كله بيتخلط مع بيتقلب مع بعضه تمام فبالظبط كده بنقلب السلطه بتاعتنا ونحط المكونات انا عايز الحاجه تبقى قريبه على المشاهد اجي اساعدك ربنا يخليك في الفطار بقى ايه بعد ما نفطر هو المطبخ له عشق خاص كده طب قول لي في انت عملت قطعتين بطاطس قطعة واحدة بطاطس هنعمل قطعة واحدة قطعة واحدة بطاطس ونص بولة جزر تمام وبولة بسلة وفاصوليا بيضة وهنخلط عليهم المايونيز تمام بص انت قلت جزر وبسلة وبصوليا بيضة هل ممكن ازود حاجة تانية ممكن احط فاصوليا حمرا مثلا هو دايما هل ولا ده الحاجات اللي هي هو مفيش ثوابت في المطبخ يعني اللي بيحب حاجة ممكن يزودها شايف ان هي هتبقى اطعم تيستي معاه بيبقى يستخدمها اكتر مفيش مشكلة خالص بس ده احنا بنحاول اساسا يعني في سلطات في ناس بتحط على الحاجات دي بتجرنش بزبيب مع سلطه رز بالظبط زبيب بس اول مره اعرفها دي لا لا فبالتالي انا عارف انها مش محببه للمصريين فعشان كده ما رضيتش بس هو عموما الزبيب مفيد كمان طبعا ده المايونيز صح ده المايونيز بتاعنا جاهز طبعا معانا كم معلقه يا شيف 3 معالق على الكميه اللي هي نص بوله من كل حاجه نبدا نخلطهم مع بعض تمام دايما نحافظ على موضوع التقطيع ده عشان ما يبقاش فيه عند دايما تكون كلها لازم كلها تبقى تقطيع واحده بالظبط عشان في الاخر حتى احنا زي ما اتفقنا ان العين هي اللي بتاكل الاول صحيح لا وكمان الالوان الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا بتبقى جميله بص لون الجزر مع البسله مع البطاطس احنا لو عايزين نزود توابل ممكن نزود براحتنا بس المايونيز اوريدي واخد ملح يعني مش بنحط فيها ملح كتير لا بالظبط بنحط بنأكد بس على الفلفل الاسود تمام ولو عايزين نزود ملح دي حسب الرغبه ما بحطش زيت خالص لا لا ما بحطش هو زيت. يعني هي هو المايونيز المايونيز فيه زيت فيه البيض فيه الملح فيه كل حاجه تمام هتبقى بالمنظر ده كده حلو قوي ناقص ايه بفضل ايه احنا هنجرنشها الاول مهم قوي طبعا لمسه تخرج الطبق لمسه الطبق مهمه جدا وهنتفرج على المنظر كده النهائي ان شاء الله بس ما خدتش وقت خالص خالص هي الحاجه بتبقى هي جاهزة. بس انك تكون سالق الحاجات محضره البطاطس والفاصوليا البيضه تبقى متحضرين والبسله هنجيب البيض المسلوق هنجرنش بيه ترانشات هنستخدمه للجرنش ممكن استغنى عن البيض المسلوق في ناس ما بتحبش البيض هو اوريدي بره الطبق لو حد عايز يستغنى عنه ما فيش مشكله خالص يعني ده بنزين بيه الطبق بالمنظر ده كده ما احطش اي حاجه تانية خضراء مثلا ترشات مثلا خيار حاجه لا هو في احنا في الاخر هنجرنش بالبقدونس بالبقدونس شويه كده اخضر من فوق مفيد برضو البقدونس. احنا كده خلصنا احنا معانا الزيتون الاسود الحاجات برضو. ده برضو حسب كل الحاجات مفيدة كل الحاجات اللي بره دي حسب الرغبة ومعانا البقدونس بتاعه ممكن نجرنش بيه يعني هو حقيقة قيمة غذائية متوازنة هو صراحة شايف واحد على الفطار يعني دوبك لو خل حاجة خلاص شبع يبتدي بقى بالحاجة اللي فيها فيتامينات يبتدي بالسلطة أهم شيء في كده خلاص كده الطبق بتاعنا بالمنظر ده اقل من 10 دقايق يعني ولا حاجه ده اول طبق معانا دايما السفره بيبقى عليها اكل كتير فعايزين يبقى دايما السرعه في بعض الاوقات برضو بنضطر ان احنا نعمل اكتر من طبق في نفس التوقيت انت بتحبذ يا شيف في العزومات عشان طبعا يعني هو رمضان كله تجمعات ما شاء الله يعني بالظبط ان يتعمل اكتر من صنف سلطه على الترابيزه هو لو صنف شامل زي كده يغني لكن احنا يعني مثلا في ناس تعمل سلطه خضراء في ناس تعمل معاها مثلا
طبق تاني كابوتشا مع حاجات مثلا مع خيار تبقى سلطه، في ناس سلطه بطاطس، يعني هل يعني ننوع في السلطات ولا كفايه طبق واحد؟ هو المهم القيمه الغذائيه، القيمه الغذائيه لو موجوده في طبق واحد هتغنينا. يعني بالظبط لو اتكلمنا في هنا هنلاقي في الجزر، في البطاطس، في الفاصوليا، في البيض، في الزيتون، البقدونس، المايونيز، كلها مواد حاجات صحيه تماما وشامله. صحيح، يعني شكل وغني كده، يعني تحس ان هو ثري. وادي منظر الطبق ما بياخدش دقيقتين معانا. بالظبط. هنخش على البنجر. هنخش على الطبق الرئيسي الثاني بتاعنا بتاع طبق السلطه، هو البنجر. هناخد، قول لي بقى قصه البنجر بقى عشان ايه يطلع، لان الحاجات دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فمش عايز افقد القيمه بتاعتها لو انا مثلا سلقتها زياده او عرضتها الميه سخنه قوي. هو البنجر، قول لي بقى ثمره البنجر اتعامل معاها ازاي؟ ثمره البنجر بتتغسل، بتتسلق الاول كده من بتاع الخضار. بعدين بتتسلق وهي قبل ما يعني تتقشر، بعد السلق مش قبل السلق، يعني طب اشطفها الاول مثلا؟ تتشطف عادي خالص زي اي خضار. تمام. وبعد كده بنعملها بنسلقها، هي بتاخد وقت طويل شويه على في السلق. وبعد ما بنسلقها بنقشرها بالمنظر ده، وبنبدا نتعامل مع، عايز اعملها ترنشات، عايز اعملها مكعبات. بس هل هي يعني تشم الميه المغليه؟ لا ولا لا. ولا تقعد شويه؟ لا هي بتاخد وقت. بتاخد وقت؟ بتاخد وقت، ممكن تاخد نص ساعه. بس مش هيأثر على القيمة الغذائية بتاعتها؟ لا هي الكفر بتاعها او الغطاء القشرة بتاعتها بتحميها يعني. تمام. هنقطعه بقى ترانشات ولا هنقطعه مكعبات صغيرة؟ لا هنقطعه مكعبات مع بعض. قيمته الغذائية عالية قوي يا شيف صح؟ نعم. طبعا مفيد جدا لكرات الدم الحمراء. التقطيع حسب الرغبة. تمام. في اللي يقطعها مكعبات، في اللي يقطعها ترنشات، مش مشكله. انت هتعمل السلطه، هل ممكن بعد كده استخدم البنجر يعني ادخله كحاجه مساعده في اي نوع من انواع سلطه ثانيه؟ البنجر بيخش في سلطات كتير بيستخدم. زي ايه؟ بيخش في ليه سلطه البنجر اللي احنا هنعملها دلوقتي، اللي احنا هنعملها دلوقتي اللي هي بتاخد معاها التفاح والبصل. التفاح الاخضر مهم جدا طبعا. على فكره التفاح الاخضر او التفاح ممكن احطه مع سلطه البطاطس. بيخش في ناس بتحطه برضه مع وفي سلطه التفاح نفسها. وسلطة البنجر خلاص بتنزل معانا على الشاشة مقاديرها. طيب احنا بالسلطة اللي حابب تعملها، احنا قلنا بقى البنجر وايه تاني معاها؟ البنجر معاه التفاح. تمام. معاه البصل. معاه البرتقال. برضه حط برتقال. بالظبط، هي مايلة للفاكهة شوية. لازم الناس تغير بقى، مش هناخد بقى. قلت بقى خارج الحاجات التقليدية. بالظبط. وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية. قيمة غذائية ممتازة. طب لو انا هستخدم ثمره او البنجر نفسها في حاجه تانية، في سلطات تانية، احطها مع سلطه الخضرة مثلا؟ تخش مع السلطه الخضراء، تخش دايما، هي تحبذ دايما عصير الليمون. تمام. عشان بيزود النكهه بتاعتها. تمام. ممكن نحطها تاني مع تتسلق بس وتمشي ترنشات زي كده متبله. ممكن استخدمه للتزيين برضو، للتزيين. بس ممكن احطه دايماً مع سلطه التونه؟ لا ما يحبذش مع ما يحبذش مع التونه، هي حابة ان هي بتبقى تبعد شويه عن الاسماك يعني. تمام، كويس كده. احنا قطعناها بقى. هنقطع التفاح بتاعنا. ده اصفر الاصفر او الاخضر. عشان طبعا يفرق حتى اللون يعني. مش احمر نكسر الالوان شويه. هنقشر التفاح بالمنظر ده كده. زي ما قلنا في ناس بيخش. في ناس بتحب تقشر التفاح، في ما تقشرش، بس انا بفضل اكتر صحيه. صحيا القشره بتاعته مفيده جدا. فعلا. بالظبط. حتى في الاكل مع الاطفال مثلا. بالظبط. فيها قيمه غذائيه كويسه قوي. فيها الياف زياده. تمام. وطبعا احنا عارفين التفاح وقيمته طبعا، يعني في نسبه حديد جميله جدا. هنقطع برضو التفاح. التفاح احنا قلنا بيتحط في سلطات مع البطاطس ومع ايه تاني؟ التفاح بيخش مع البنجر، بيخش مع البطاطس، بيخش مع كل ما هو الاحماض، البرتقال او الليمون او الكلام ده كله. ماشي. بيخش معاه في مع الخضروات بالنسبه للبقدونس، الكزبره. ممكن اعمل دي. احط واحده، يعني واحده بنجر وواحده تفاح. واحده بس حسب الرغبه، حسب الكميه المطلوبه بس. هم نسبه وتناسب لبعض، يبقى يعني ازود مثلا 2 بنجر مع 2 تفاح. بالظبط. هنستخدم البرتقال. هنقطع برضو البرتقال. يا ريت الناس بقى تبص كده وتشوف تقطيعة البرتقال. أيوة. هتبقى ازاي. أيوة. هنقشرها الاول كده. دي بقى تتقشر لازم. لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. هو في قشر البرتقال بيستخدم الزيست بتاعه او
او القشره بتاعته الخفيفه اللي بره خالص بتستخدم في بعض الاكلات وخاصه الحلو، وبتستخدم تاني للتزيين. تمام. يعني في ناس بتعمل مثلا كريم كراميل ممكن تعمله بال يا شيخ والله؟ اه اه يتحط تزيين ليه؟ آه لا بيتاخد منه قشره خفيفه كده اه وبتتحط مع ال كريم كراميل. الكريم كراميل هو بيتعمل؟ بيبقى في القلب. يدي ايه بقى؟ سمك ولا طعم؟ لا بيدي يعني تيست، بيبقى لذيذ شويه لذيذ شويه كده، زائد ان هو بيدي قوام للكريم كراميل. احنا هنقطعها بقى حتت نفس التقطيعه كلها. اه نبقى نشيل البذر طبعا. بس لو فرض ما توفرليش برتقال خلاص، هو الاساس تفاح وبنجر ولا؟ بالظبط. اه اه الاساس تفاح وبنجر. كده احنا قلنا البنجر ومع التفاح. بص شفت الالوان جميله دي ما شاء الله. هو ده التركيز الاول ان احنا بناكل العين. بالظبط. والتركيز برضه يا شيف اللي تبقى القيمه الغذائيه عاليه يعني حقيقه. القيمه الغذائيه موجوده طبعا في كل نوع من الانواع دي. جنب الالوان لما بتخلط مع بعضها بتبقى جميله جدا. بنخلط عليها البصل. بس البصل يفضل أيوة. يفضل ان هو مفروم. مفروم؟ اه. غريبه. عشان ما يبقاش ظاهر قوي في وسط الفرق. يعني ياخد يتقطع كده زي مثلا حتى لو هتحطه في حاجة. يعني مثلا لو ضربته هيبقى ضربه واحده مثلا. لا 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 مفروم حسب الرغبه يعني، ممكن فيه يتحط مكعبات عادي يعني. آه. بس انا بفضل ان هو يبقى مفروم عشان ما يبقاش واضح وسط الفرخه بالمنظر. لان البصل كل ما زاد تقطيعه أيوة. كل ما ظهرت القيمه الغذائيه بتاعته، لانه اكبر فايده في البصل هي الجوس بتاعه او العصير بتاعه. او ما اعرف المعلومه دي، قولها تاني لو سمحت. يعني عصير البصل اه بيستخدم في حاجات كتير جدا. منها التوابل اللحوم والفراخ والحاجات دي كلها. لا قصدي كل ما يتقطع اكتر كل ما بتبقى قيمته الغذائيه اعلى. كل ما يكون اصغر في الحجم آه. كل ما بيزيد القيمه الغذائيه او الاستفاده منه اكتر. حلو. هل ممكن احط خل على السلطه دي؟ بالظبط. هنحط هنحط خل وليمون عشان اختلاط البصل مع ال مع بيدي الفواكه. نكهه وبيدبل حاجه. بالظبط بالظبط بيدي نكهه حلوه. ده كده عصرنا نص ليمونه. حط نص واحده ولا؟ اه نص واحده كفايه. اه تمام. وبرده هنتكلم يعني دايما في يعني حسب الرغبه عايز ازود او نقص، بيبقى كل واحد ليه تيست مختلف. ده الدريسنج بتاعه. احنا ماشيين على الوسط يعني. ماشي. هنحط بقدونس معاه ولا؟ لا هنخلطه معاه برده. نخلطه. اه مش هحط ملح وفلفل يا شيف؟ هنحط هنحط عادي؟ اه طبعا. بس دايما الملح بيبقى اخر حاجه. ولو السلطه مش هتقدم في نفس الوقت زي السلطه الخضراء وكده، في بعض الانواع بنحتاج ان احنا نتبلها في الاخر، لان زي السلطه الخضراء اللي احنا متعودين عليها ساعات. اه يعني قول تاني. ساعات مثلا في واحد في العزومات بيعمل بيحضر كل حاجته، لكن انك تحط بقى الملح والفلفل قبل الفطار على طول. مثلا اه بتتجهز السلطه وبتبقى طعمها جميل وشايفه انها كويسه، وفجاه وانا بقدم فيها ممرره عشان اتحط فيها الملح والفلفل وقعدت مركونه. تبلت وشلتها. المفروض ان انا ممكن اقطع واشيلها في الثلاجه. يعني مثلا سلطه البنجر دي اسيبها لو انا هعملها في العزومه، اسيبها شويه بعد كده وانا بقدم لا البنجر ممكن تبلها بدري شويه مفيش مشكله، لكن الكلام ده دايما بيختلط بالورقيات اللي هي الجرجير الجرجير البقدونس الخس الطماطم الحاجات دي كلها. هنقلب السلطه بالمنظر ده كده. يا الف هنا. وطبعا زي ما احنا شايفين السلطات بتاعتنا دايما الالوان بتاعتها بتبقى مبهجه ومفرحه ومشجعه. بالظبط. طيب لو سلطه زي دي البنجر، ايه المين كورس اللي هتقدمه او ايه الطبق الرئيسي؟ هل بيبقى لها طبق رئيسي معين؟ طبعا. ايه بقى؟ طبعا يفضل معاها إيه؟ يفضل معاها الفراخ. الفراخ بعدها. اه اي حاجه فراخ. اه بتبقى جميله طبعا. مشويه. احنا هنعمل طريقه فراخ كده مع بعض، اتمنى انها تعجب الساده المشاهدين. هي طريقه جديده شويه. تمام. بس ان شاء الله تعجبكم يعني. يعني قصدي ان كل انواع مش كل انواع السلطات ينفع يتقدم معاها اكل معين. لا في طبعا في حاجات بتبقى مختلفه، يعني في حاجات ما يحبسش معاها ابدا الاسماك. زي ايه؟ عندنا دايما يعني نركز لو هناكل اسماك يبقى السلطات بتاعتنا مايله للحمضيات شويه. الحاجه اللي هي هينفع احط عليها ليمون، هينفع ان انا فيها مثلا برتقان زي كده تنفع انها تتقدم. يعني البنجر ينفع اقدم معاها اسماك؟ لا انا بتكلم على بالنسبه للبرتقان او التفاح او الفواكه يعني.
احنا كده خلصنا اول كده نوعين من السلطه ده الاساس بقى. ممكن بقى في الديكوريشن بتاعنا دي حريه شخصيه، ممكن نجيب ورقه الخس، ممكن نجيب ورقه ريحان، الحاجات دي لو بقت موجوده عندنا في المطبخ وعاملها زي كده بتبقى حاجه جميله جدا، تدي شكل، تغيير تدي شكل كمان. انت مش بتاع احنا مش بنطبخ، احنا بنزوق بقى. بالظبط. لا هو في حاجه يعني كله بيعرف الطهي، لكن احنا دايما بنحاول نقدم فن الطهي. حلوه دي. بالظبط، بيختلف تماما. ايه فن الطهي بقى؟ ازاي نقدم، ازاي نزين الطبق، ازاي ندور على القيمه الغذائيه بتاعته، ازاي نطلع بره المطبخ المصري عامه، نشوف الدول الثانيه. يعني كل دوله بيبقى ليها حاجات معينه. طب قول لي يا شيف، يعني انت ليك خبره في المجال ده، هل يعني احنا بنحب مثلا المطبخ الاوروبي، المطبخ الايطالي، الفرنسي، الحاجات اللي في الفار ايست او في الشرق، جنوب شرق اسيا، احنا برضو كمطبخ مصري له سمعه يعني معروف كأكلات وكده؟ احنا لينا بعض الاكلات بتاعتنا مشهورين بيها جدا. بس يعني الشهرة اكتر بتبقى ما بين اختلاط ما بين المطبخ المطبخ اللبناني والمطبخ التركي، المطبخ الايراني، المطبخ المغربي والمطبخ المصري، قريبين جدا من بعض. صح، لان هو يعتبر هو يعني مايل شوية للشرق اسيا. بس اللي هو التست العربي فيه. طيب احنا كده هنستعرض الحاجات اللي احنا عملناها. تمام. احنا زي ما قلنا سلطه البنجر كده نقول عشان سلطه البنجر يشوف سلطه البنجر مكوناتها البنجر، تفاح، البرتقال، بصل مفروم، بقدونس مفروم، عصير ليمون، وسنه خل، وسنه زيت. تمام. ده زيت ايه، زيت عادي ولا زيت زيتون؟ يفضل زيت زيتون طبعا. طيب حلو قوي. والسلطه السلطه الروس او السلطه الروسي هي دايما طبعا الاساسي بتاعها لازم تاخد مايونيز ويتخلط بيه. عندنا البطاطس، الجزر، البسله، دول الاساسي بتاعهم. الفاصوليا البيضاء، في ناس بتحب تزود الفاصوليا الخضراء دي حسب الرغبه، او الفاصوليا مثلا حمراء ممكن. حسب الرغبه، بس لازم اساسي فاصوليا. بالظبط. بنجرنش بالبيض المسلوق والزيتون الاسود والبقدونس من فوق. هي مش محتاجه يعني اي سلطه بتاخد زيت وبتاخد ملح، احنا ما حطيناش هنا عشان المايونيز عليه الزيت وعليه الملح. لو حسب حد عايز في الطبق بتاعه يزود. دايما بنعمل السلطه اقل شويه في الملح لو حد حابب يزود. طبعا دي مشكله، واحد حتى هو صايم مش عارف ممكن نزود ملح، لكن مش هنقدر نشيل ملح. بالظبط، دي مشكله جامده يعني. بالظبط. تمام. دول نوعين السلطه عندنا. طب احنا متواصلين مع الشيف ابو زيد الحقيقه، ويمكن هو بدانا في البرنامج كاي مطبخ بيتعمل هو السلطات، يعني أكيد. حاجه جميله قوي، سلطه روس او سلطه الروسي وسلطه البنجر، ما شاء الله يا شيف، تسلم ايديك. ربنا يخليك. طيب احنا هنسيب حضراتكم مع تقرير عن قيمه صلاه التراويح، وبعد هذا التقرير بنستقبل خبيره التنميه البشريه استاذه اميره شعبان، وايضا شيف ابو زيد معانا لغايه نهايه الحلقه، وعنده طبقين مهمين قوي هيقدمهم النهارده، حاجه فراخ وحاجه لحمه، فخليكم معانا، شوفوا التقرير ونبدا بعد كده في حوارنا مع ضيوفنا على الهواء مباشره. خليكم معانا.